كابور يا از از كابور لو از ازور انا هاجي اقولكم يا جماعه إيه؟ بسرعه بسرعه والنبي قص قص. هو باين في الكاميرا. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفونا دلوقتي عليكم. النهارده يا جماعه احنا نشارككم معانا اليوم كله، فقبل اي حاجه كده بتصلوا على النبي وتحطوا لايك للفيديو دوت وتوصلوا ل 200,000 لايك او 300 وتشتركوا في القناه. ربما ماشي خاطر النهارده احنا رايحين لاول مره عند الدكتور علشان نشوف ونطمن. انا مبسوطه قوي متحمسه جدا. فاحنا هنروح النهارده يا جماعه عشان نعرف مع بعض كده احنا في الشهر الكام والبيبي اخباره ايه والحاجات دي كلها ونطمنكم علينا. بس قبل اي حاجه دلوقتي كده ادعوا لنا دعوه حلوه، وادعوا لكل حد ربنا يكرمه كده ويرزقكم بالذريه الصالحه، وربنا كده يا رب يقومكم بالسلامه اللي حامل كلهم ويرزقهم كده باطفال معافين يا رب. بس عايزه اقول حاجه، وعايزه كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي كده تدعي لي وتقول لي كده دعوه حلوه عشان خاطر بجد بجد انا الفتره دي تعبانه جدا زي ايد الجد يا جماعه. يعني انا تعبانه وكل حاجه، بس برضو الاحساس اللي انا بحسه احساس جميل كده واحساس حلو كده، احساس محدش يحسه يعني. يلا الحمد لله ربنا يرضي كل مشتاق يا رب ويرضيكم كلكم يا رب، ربنا يرضيكم كلكم. انت محلويه ليك؟ لا انا مش محلويه، انا شكلي غريب وشعري بيقعد جامد جدا 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 وبشرتي غريبه جدا. على فكره دي اعراض الحمل عادي كل الناس طبعا اللي بس والله العظيم كل الكلام ده كله برضه مش فارق معايا، مع اني برجع وبموت يعني للاسف. معلش يا جماعه يعني بس دي حقيقه، يعني بموت يعني حرفيا كل يوم. بس بجد بجد من احسن الحاجات اللي انا حاساها، واحاسس كده غريب واحاسس جميله كده. ربنا يقول بالسلامه يا رب. يلا يا اركبي اركبي عشان ما نتاخرش على الدكتور. طب هنا هسوقنا يعني سوقش تعرفي تسوقي؟ سوقي يلا. هات المفتاح بس. خد المفتاح بس. تعرفي تسوقي؟ ايوه طبعا. اهو بنشوف. استنى بس اقرب الكرسي شويه. الله ينور. لا عرفت تنور العربية يا جماعة. انا بص يا جماعة انا بعرف اسوق، بس بصوا لقدام ما برجعش لورا. لا وبص العربية مزنوقة، يعني انت يوم ما تسوقي تخرجي العربية من الحتة دي. يعني مفيش حاجة، انا سويها 100 100 بس قدام بس ورا لا. طب انزلي وانا هعلمك، انا هخليكي محترفة واطلع لك روح. على فكرة دي مش أول مرة تقولي، انا هعلمك والله. لما نفضل طب احنا فضينا. انا عادي فضي نفسك يعني. هفضي لك. حاضر عادي وانا هفضي نفسي برضه. هفضي لك نفسي والله. ماشي وهجيب لك عربية خاصة بيك لوحدك، مالكيش دعوة بعربيتي. صح دي امانه ولازم نحافظ عليها لحد ما تيجي، ونفضل برضه نحافظ عليها لحد ما يكبر ويبقى عنده 20 سنه ولا عنده 21 سنه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. انت امانه عندي وهو امانه عندنا يا حبيبي. كلنا امانه عند مين؟ عند ابويا. صح والله. ربنا يا رب يخلينا كلنا لبعض يا رب. يا رب اللهم امين. قولي حاجه. احنا دلوقتي قاعدين مستنيين دوري يعني الدور بتاعي عشان ادخل يعني كده. بس عليكي بقى كده عشان الناس تشوفك. ماشي يا جماعه. فانا دلوقتي قاعده مستنيه الدور بتاعي عشان ادخل اشوف النونو. نونو جايب لي عصير بيقول لي خدي خلي النونة تشرب مانجا واناناس. مش عايز تقول حاجه النونة قبل ما ندخل؟ انا عايز اقول لك شفت ابوك بيعمل ازاي؟ شفت المعاناه؟ ايه المعاناه يعني؟ مستنيين دور طويل عريض عشان نخش نشوف حضرتك. عادي ده دي احسن لحظه ممكن تعيشها في حياتك على فكره. ده الحمد لله. الحمد لله طبعا، بس دي احسن لحظه ممكن تعيشها في حياتك. كنت متضايق ليه؟ احنا رقم 23 يا جماعه. الناس كلها حامل ما شاء الله. الناس كلها حامل. بس يا جماعه لما ادخل بقى ايه اوريكم النونة جوه. انتوا متحمسين تشوفوا النونة معايا ولا لا؟ مبروك يا لين. المدام حامل. شفت هو بيعمل كده؟ اس اس كبار يا اس اس كبار لو اس ازور. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الاء بتتوحم على كابوريا بقالي شهرين اول ما عرفت ان هي حامل. لا بص يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، انا اول حاجه توحمت عليها انا ما كنتش اعرف اصلا
اللي انا بتفهم عليه. طب الاول طمنيهم وقول لهم احنا الحمد لله طمنا على البيبي وخلصنا. هقول لهم على حاجه. طب ثواني. وقال لنا الحمد لله البيبي كويس. طب استنى بس هقول لهم على حاجه. بذمتك يا محمد انا باكل الاندومي الكوري؟ لا حرفيا كل يوم. انا ما كنتش عارف ان انا حامل طبعا. انا بجيب انا بقول له انا نفسي في الاندومي الكوري واروح اكل الاندومي الكوري مولع مولع مولع. ماشي بالعكس. وبقول لكم يا جماعه كنت باكله اكني باكل سكر. انا مش حاسه بطعمه اصلا. انا حاسه وكل يوم كنت باكل كيسين كل يوم الله. كل يوم سبحان الله. الممنوع مرغوب فعلا. ممنوع مرغوب. بس انا ما كنتش عارف ان انا حامل. انا عايزك تصور لهم الغروب دوت والمنظر كده. الله اسكندريه حلوه. ايه الجمال ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لوحه فنيه مرسومه يا جماعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ الله اكبر الله اكبر. ده في الشتاء بجد اسكندريه بتبقى جميله. جميلة تحفه بصراحه. المنظر تحفه. يعني انا عايز اقول لكم انا بحب الاجواء دي او بحب الجو ده. مفيش حد ما يحبوش اصلا. انا بجد نفسي انزل اتمشى دلوقتي على البحر اصلا وكده. نروح نجيب الكابوريا. طيب نرجع بقى المرجانة بقى تاني يا جماعه. تاني حاجه بقى وكان نفسي فيها جدا 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 وقلت ايه كنت بتكلم مع بابا وبقول له ايه بقول له يا بابا ده انا نفسي في فسيخ وامسكه واقطعه كده. راح بابا راح قال لي قال لي على فكره انت حامل وتتوحم. قلت له لا مش حامل ومش بتوحم بس انا نفسي في فسيخ. وفعلا في اليوم ده جبت فسيخ وكلت كميه رهيبه. فاكر يا محمد؟ بس خلي بالك الفسيخ غلط عليكي والاندومي الكوري غلط عليكي والناس كلها والرنجه والكلام ده كله. فانت خلي بالك على نفسك. انا بس بقول لهم انا توحمت على ايه لحد دلوقتي. وبعد كده توحمت على خوخ. وطبعا ما فيش خوخ اصلا. محمد راح جاب لي اللي هي العلب اللي هي في السوبر ماركت دي اللي هو مجفف ده اللي هو مش مجفف مغلف. مغلف انا عارف بيقولوا عليه مغلف معلب معلب اللي هي العلب دي. وبعد كده توحمت على ايه تاني يا محمد؟ بعد كده هو الاندومي الكوري وبيتزا متهيألي ولا لا بيتزا لا الاندومي الكوري والفسيخ والكابوريا. بس الكابوريا بقى دي اكتر حاجه روشاني بيها بقى. بجد بجد نفسي اكل كابوريا. واكله الكابوريا قد كده اهو وما مش مالي يعني. لا مش حاسه ان انا شبعت منها عايزه تاني. الكابوريا اكتر من دي؟ اكبر من دي؟ ايوه. ماشي عجبني الدكوره فين؟ هو عجبني الدكوره احلى من دي. هي دي الكابوريا بقى اللي انت بتتوحمي عليها؟ لا بيقول لي في اكبر من كده. بيقول لي في اكبر من كده. نجيب قد ايه بقى؟ انا ما باكلش. هاتيلكي بس. لا هتاكل ما بعرفش اكلها اصلا. لا ناكل جمبري. هاتيلكي الكابوريا وانا هجيب جمبري. ماشي. انا هجيب جمبري من دوت. مقلي برضه. ايه؟ اسمه ايه؟ بولتي. نقي انت بس الكابوريا. الدكتور السمك غلط عليا ولا لا؟ ده ممكن يكون السمك غلط عليك. جاب لك الكابوريا اهو. كده؟ تتوحم على الكابوريا دي. ماشي وزنهم لي بقى كده. مرضية يا استاذة آلاء؟ مرضية جدا. بجد وربنا؟ مش متخيلين يا جماعة أنا قدام البحر أصلاً وقاعدة بقى باكل أحلى حاجة نفسي فيها. ده أنا همسكها هقطعها. هقطعها. شفتي الكابوريا قد إيه؟ عارفة أحلى حاجة فيك يا بنتي آلاء؟ أنت بتفرحي بأبسط حاجة وأدفع حاجة. دي حاجة دي حاجة كبيرة جدا على فكرة. الكابوريا حاجة كبيرة؟ أه بالنسبة لي دلوقتي حاجة كبيرة جدا. ألف أنا وشفت. عشان انت مش حاسس الاحساس اللي انا حاسه بيه دلوقتي. بس انت شفتي بنتك ولا ابنك وهو بيعمل كده؟ يا يا بقى لما يكون معايا كده وشايله كده. هو راح فين؟ هو هنا اصلا لسه. يا ترى هو حاسس بيا ان انا مبسوطه كده؟ اه طبعا. انت بتدمع ليه؟ والله العظيم لسه يا جماعه بيعيط. ايه ده بجد بتدمع ليه؟ بالفرحه فرحة انت شفته هو بيعمل كده؟ عامل زي الكابوريا اللي تحت. هو بيقول لي يا ماما عايز الكابوريا. عامل زي الجمبريه. يا روحي تعالى 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 قرب. ايدي يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا رب. احنا مش منك قوي. انت فرحانه عشان جبت لي الكابوريا ولا فرحانه عشان شفت البيبي؟ ايه انت بتعيط ليه طيب؟ مش بعيط. والله عينك مدمعه. ده تراب دخل في عيني. تراب يا انت شايفني قاعده في افلام طايره. تراباية. يا روحي انت مبسوط؟ جدا. انا حسيت بيك دلوقتي لما عيطت. حسيت كنت بساله من شويه في العربيه انت مبسوط؟ بيقول لي قوي 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 بس مفيش انبهار كده. فبقول له انت مش حاسس الحركه ديت لما شفتها اقسم بالله في السونار. بص يا جماعه انا اول اصلا لما سمعت النبض بتاعه انا كنت مبسوطه جدا. بعد بقى لما شفته هو بيعمل كده هو يا لهوي الفرحه يا لهوي.
فرحه جامده. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. امين يا رب. ربنا يكملك على خير. كل مشتاق يا رب، ويكرم كل حد نفسه ببيبي. امين يا رب. يا رب. اللهم امين. ويجي له طفل سليم وعافي يا رب. امين يا رب. اتعلمت الدعوه دي مني. والناس بتدعي لي برضه في الكومنتات. امين يا رب. دي بقى العشق بتاعي بقى. انا عايز اقول لكم ان انا عندي طبق شوربه السفود ده اهم من الجمبري واهم من اي حاجه. محمد ممكن يشرب شوربه السفود وما ياكلش اي حاجه. بس هم ليه جابوا لي الكابوريا؟ انا مش المفروض الكابوريا دي بتاعتك انت؟ هي بتبقى فيها، بس هم سايبين بقى الجناحات، قصدي المقصات بتاعتها وكده. انا عادي ممكن تدي شكلها حلوة. ممكن تديني المقصات؟ عايز المقص؟ المقصات بتاعتها. خد المقصه. بهزر بالانا. انا ما بعرفش اكلها اصلا. لا بالانا وشفها متقطع. لا لازم حد يطلع لي اللي جواها. لا ما هي سهله دي لو بص ازقص كابوريا، يعني انت بتفضل تقزقز فيها. بطلعها ازاي؟ انا ما بعرفش. بص يا حبيبي، بص انا هقول لك. انا كده لا ازقزها ببقك كده. مش شوك يخش ببقي عادي؟ لا ما فيهاش شوك اصلا. اسمع بس الكلام. طعمها خطير. شفت بقى؟ مش كنت قلت لك كنت جبت معايا؟ انت حقك تحبيها. ده انا بعشقها. بس تقشيرها هو اللي رخم، انا بزهق منها. لا سهله والله. بص المقصات قد ايه. تعرف تاكل المقصات؟ تعرف تاكل المقصات؟ حلو قوي كده. سيبي لي الشوربه وخدي المقصات. خدي المقصات والسكاكين بتاعتك بقى. خدي. لا والله العظيم ابدا. والله لا تاكلها. ما انا هاكل شوربه. والله لا تاكلها والله. لا المقصات لازم تاكلها والله. انا هفضل اعلمك لحد ما تاكلها. لازم انت تاكلها. الاول بتشيل المقصات بتاعتها دي وتمسكها كده وبتاكلها كده. فانا مش هاكلها غير لما انت تاكلها. طب انا مش هاكلها. علميني. لا اجوريك. قولي والله بتفرج عليك. انت كلت الشو اهو. بص لا لهوي. القلب الضعيف لا يتحمل. هو فين؟ طعمها لذيذ. لسه بيطلع. احنا كده بنسخن. بس بنسخن. يا لهوي. خلاص كده الوحمه راحت. يلا خد بقى انت كل دي. مش هعرف والله. طب ما يجيب التاني. كل انت دي وانا اكل التانيه اما تيجي. والله ابدا. هاكل التانيه اما تيجي. والله ابدا. اما تيجي اما التانيه تيجي. ما ينفعش. نشيل المقصود كده. المقصود دي بتتاكل برد. يلا امسك. انت خايف منها ليه؟ تسلم ليه والله. يعني يا روح يا عم. المنظر ده كفايه يعني ياكل لوحده. تسلم. بص ليه حق احب الكابوريا ولا لا؟ لا. بص شايف الحلاوه؟ المنظر جامد قوي. شايف الحلاوه؟ بص هو اللي مولع هنا. عاملين لي شغل كده. عارفين اللي انا هعمل ولا ايه؟ هم عارفين ان انا بتوحش. عارفوا ان انا بتوحش. عندي كده دي. نعمل كده. بص بقى شوف ده كده. سخنه مولعه. الجمبري ده ولا الكابوريا؟ بمرض الله. بمرض الله. الكابوريا والجمبري بقى. عادي. بص الطبق عامل ازاي يا جماعه؟ تقول لي الكابوريا. بص الجمبري بينادي لي. تسلم ايدك. انا بتقشر لي يا جماعه الجمبري عشان عارفه ان انا ما بعرفش اقشر الحاجات ديت، عشان ده السبب اللي يخليني ما اعرفش اكل الكابوريا. ألف هنا وشفا. شايف؟ ألا من فرحتها بالكابوريا بتقول لي خدني صورة بيهم. ياه. عارف ديت لو قرصتني؟ عادي. يا جماعة محمد ما كانش يعرف اللي دول كمان بيتاكلوا. بعمله كده وبعمله. بص ده ثواني عشان دي متقلقش. بس هاكلها برضه مش هسيبها. هو في ايه؟ هي جت قدام الكب. مفيش كل واحدة راضية تطلع. دي كمان بتتاكل. مش دوتات. طعمها ايه؟ طعمها جميل والله. تعمل كده. ديك حق تتوحم عليها يا بنتي. يا ليه؟ بص احلى ما عجبني فيها الطقطقه بتاعتها دي. بص اللحم بتاعها. شايف اللحم بتاعها قد ايه؟ بص مليانه لحمه الزيت. في بقى كابوري كده تلاقيها مسخوطه كده مفيهاش لحم. الف هنا وشفا. ده انت مش متخيل انا بحب البحر قد ايه. طب هات الكره دي بقى اديها للشباب ديت عشان يدعوا لك ويخلوا امهم تدعي لك. الشباب
هاتي انا اعمل هاتي 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 انا اعمل هاتي انا اعمل يا واد يا جامد هو بيقول لك اعملي واحده ايه احلى بالونه لاحلى لولو في الدنيا كلها ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي. الا يا جماعه بتتوحم على ايس كريم وقفت اجيب لها ايس كريم واقفين في الدور ده انتوا عارفين يا جماعه قدامنا 20 عربيه بجد شكرا جدا 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 اليوم دوت النهارده من احلى ايام حياتي على فكره يا جماعه احنا بنعمل اصلا الذكريات دي احنا بنوثق ذكريات عشان البيبي كده لما يبقى عنده 20 سنه قد الشحط كده يشوف نفسه هو بذره هو بذره ما تقولش عليه بذره ولا تقول عليه شحط وهو قد الزيتونه بص هقلب عليك في ثانيه عشان خاطر ابني يعني انا ولا ابنك انت وابني بس يعني بص ما تغلطش محدش يغلط في ابني ابدا عشان فوقك يا محمي يا محمي يا محمي تتكلمي سعيدي والله يا ولدي اني بهبد الهبد تعرفوا يا جماعه اللي احنا عملنا للهبد لون ولبسنا حاجه شيك كده ومشيناه في الشارع بجد تسلم ايدك بحبك قوي 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 ربنا يخليك ليا ثواني اوعى تسيبني خليك جنبي عشان هعضك خلي بالك بصوا يا جماعه احنا دلوقتي جايين نعمل تحاليل الدكتور طلب منها تحاليل فانا عملتها كنت بعمل عندهم على طول اصلا عندي بعمل عندهم على طول فهو بيقول لي انت اسمك ولاء فبقول له شيل بقى القلق شيل بقى الواو وحط القلق فضلنا في حوار كده ربع ساعه مع الدكتور ولاء ولا علاء وفي الاخر حط ولاء برضه انا خايفه قوي لا خير ان شاء الله كتير لا خير ان شاء الله ايه هم هيردوا سرنجة حقن واحدة وهيعملوا بقى التحاليل كلها انت فاكر الحقن ديت ماشي انا جايه الولاء تلاقيش يا لا ده شكل دبوس يلا خد حاجة بسيطة ما تلاقيش ما ينفعش انت تاخد بالشفا ان شاء الله ربنا يجيبه بالشفا ان شاء الله بالسلامة قصدي ما بيجوش بالساهل مش تعرفي بيبقوا غاليين ليه ما انا عارفه اصلا هتقولي خلي بالك يا استاذه الاء المايه والجو دوت غلط عليكي ولو قدر الله خدت برد اسمعي بس اللي انا هقول لك عليه ده نصيحه مني ليك لو خدت برد انت مالكيش علاج الدكتوره قايله لك كده ايوه فلو سمعت يلا اتفضلي خش جوه يا جماعه كلكم قولوا لها يا الاء اللي انت كنت بتعمليه زمان حاجه ودلوقتي حاجه ما ينفعش كنت بعمل ايه يعني لا انت بتحبي الجو ده وكل حاجه بس دلوقتي خلي بالك على نفسك عايز اقول لكم يا جماعه ان ده اصلا صيف لسه مش كده الجو هوا جدا 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 والجو بص يا جماعه يعني بص المطره بص أنا عايز الدنيا غرقانه انا عايز اقول لكم اصلا اوضه النوم عندي متغرقه من المطره بس عادي ولا يهمني لا خش عشان ما تبرديش انا خايف عليك والله الجو ده حلو قوي بصي هتبردي انا اصلا دلوقتي ازقك لا البسين تعالى ازقك انا البسين اغرام كده اغرام عشان ما تبرديش بس والله يا بنت هتبردي يا ساقعه الساقعه لذيذه كده فاهم ما كل الناس بتحب الجو دوت بس انت كده تبردي نزله من السما بص مغرقه الجنينه كلها والبسين والله لا بص بص النجم هي نزل كده من السما من كوت الشتاء الحق بسرعه بسرعه والنبي قص قص هو باين في الكاميرا باين يا لهوي ايه الحلاوه دي انت اول مره تشوفيه ولا ايه لا صورني جنب رقصه والله العظيم متجوز عيله بس احلى عيله طبعا لا صوروا من تليفون انا كمان ما علينا بص يا جماعه انت دلوقتي انا خلاص كده البيبي بتاعنا خلص كنا بنشارككم معانا اليوم بتاعنا وطمنا على البيبي الحمد لله وربنا يرزق كل مشتاق يا رب وربنا كده يراضيكم وينور كل واحد مسالته فنصحوا الاء قولوا لها كده يا الاء غلط يا الاء محمد كلامه صح انت مالكيش علاج لو لا قدر الله خدتي دور برد مالكيش ان انت تاخدي حقنه مضاده حيوي خافي على نفسك وحافظي على نفسك بس بذمتك ايه رايك في الجو؟ لا الجو يعني ايه الحلاوه دي؟ هو مش باين في الكاميرا باين هناك اهو الله يا جماعه اللي شايفه يقول لي انا شفته يا الاء يا لهوي على الحلاوه جميل قوي فمالكوش دعوه دي دماغ عيله انا بس على قلبي زي العسل طبعا قلبي
عايز ايه يعني؟ فكده انت عايز ايه؟ ونشوفكم على خير. والله العظيم هرميك في البسين. ومع السلامه. تعالى بقى انا عيله. لا بس بقى بس بقى تعالى انا والله العظيم تعالى. انت خايف مني ليه؟ ما تجريش.